بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية اللي كتحدد مدة صلاحية الحامل الإلكتروني ديال رخص السياقة وشهادة تسجيل المركبات، يعني لاكارت غريز، كتعلن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نرسا أنه يجب تجديد هذه الوثائق على أبعد تقدير داخل أجل 3 أشهر بعد نهاية السنة 10 على تاريخ إعدادها وتسليمها. وبالتالي فإن الوثائق الإلكترونية المسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010 اللي هو تاريخ دخول مدونة السير حيز التنفيذ غتكمل 10 سنين بحلول 30 شتنبر 2020 وغتبقى صالحة حتى 31 دجنبر 2020. بالنسبة للوثائق اللي فيها تاريخ نهاية الصلاحية فهي كتبقى صالحة حتى لذاك التاريخ. غادي يوصل عدد رخص السياقة والبطائق الرمادية اللي خاصها تجدد مع حلول نهاية السنة أكثر من 1 مليون وثيقة، وبحكم هذا العدد الكبير من المواطنين الملزمين يتوجهوا إلى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرق لتجديد هذه الوثائق وحفاظا على صحة وسلامة المرتفقين مع انتشار عدوى كوفيد-19. يجب على الأشخاص المعنيين أن يتقدموا بطلب جديد على البوابة الإلكترونية نارسا خدمات ابتداء من 5 أكتوبر 2020 مع تحميل وصل تسجيل المتعلق بهذه العملية، إرساله مع كافة الوثائق المطلوبة بالبريد المضمون إلى مركز تسجيل السيارات اللي تابع لمقر السكنة ديال الأشخاص المعنيين. وصل التسجيل كيحتوي على لائحة الوثائق المطلوبة والعنوان ديال المركز اللي خاصنا نرسلوا ليه الملف. وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، سلامتكم أولويتنا.